لكن من ضمن المشوار اللي احنا بدأناه زي ما كنت انا بقول من شوية واللي بإذن الله سبحانه وتعالى نكمله، جزء وركيزة أساسية من هذا المشوار سيادة المستشار الحوار الوطني، والكل كنا النهاردة بنتكلم على الجلسات القادمة من الحوار. يعني الجلسات القادمة هتبدأ تستكمل إمتى؟ هل هتستكمل بعد العيد ولا ممكن من الأسبوع القادم؟ وأبرز الجلسات أو أبرز المواضيع اللي هتبقى موجودة على الطاولة إيه؟ طبعا احنا لازم النهاردة يعني ما ننساش أن السيد الرئيس عندما تكلم عن ملامح الإصلاح السياسي صحيح ذكر وبشكل متقدم جدا في خطابه قصة الحوار الوطني. مظبوط. والحقيقة أن الحوار الوطني أثبت على مدار الشهور اللي فاتت أن هو آلية وطنية نافعة لكل الأطراف، وأن هي فعلا يعني أوجدت حالة من الانسجام داخل المجتمع المصري، وخلت المعارضة تتكلم، وخلت المثقفين والخبراء يطرحوا آرائهم، وخلى في حالة من الحيوية داخل المجتمع المصري. أستاذ يوسف، الحوار الوطني حدد 113 قضية، خلص منهم حوالي 70 قضية في محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية، عقد حوار اقتصادي متخصص وانتهت الجلسات بتاعته، وإن شاء الله يعني سيعلن عن التوصيات دي يعني بمجرد عرضها على السيد رئيس الجمهورية. القضايا المتبقية في المحور السياسي والمحور المجتمعي يجب على الحوار الوطني ان هو ينتهي منها، وكل مره احنا بناكد ان القضايا دي سيتم مناقشتها وستتم رفع التوصيات الخاصه بها للسيد الرئيس. النهارده السيد الرئيس اشار صراحه الى ان القضايا المتوافق عليها ان سيادته سيقوم بتنفيذها، لانها بتبقى خارجه بعد مناقشات مستفيضه ومن مختلف فئات واتجاهات المجتمع المصري. طيب امتى الحوار الوطني يتم استكماله؟ يعني اتصور ان شاء الله يعني بعد العيد سيتم الاعلان عن خارطه الطريق بالنسبه للمرحله المتبقيه من قضايا الحوار الوطني التي لم يتم مناقشتها بعد. طيب بالتزامن سياده المستشار، انا مش عايز اطول على حضرتك، عارف انك اكيد عندك يعني الكثير من الامور اللي عاوز يعني تبدا تشتغل عليها يعني ونقفل بسرعه، لكن بالتزامن النهارده كانت اليمين الدستوريه لفخامه الرئيس، ان شاء الله يستكمل او تستكمل جلسات الحوار الوطني، هل من الوارد انه هيبقى في مناقشه حول الحكومه في الحوار الوطني؟ هل المناقشه ممكن تتطرق الى الحكومه في شكل جديد، تعديلات في الحكومه، تعديلات في مجلس المحافظين، تعديلات للشكل العام للبناء المؤسسي للدوله؟ هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ يوسف، وانت معانا يعني متابعنا من اول يوم. الحوار الوطني حط لنفسه خط ان هو بيحترم الدستور وبيحترم الاختصاصات الدستوريه. فيما يتعلق بالحكومه ومجلس المحافظين فده شان الرئيس عظيم. وفقا للقواعد الدستوريه. لكن فيما يتعلق باي اصلاحات هيكليه، الحوار الوطني كلما ناقش قضيه ووجد ان في مجال لبعض الاصلاحات فيها بيقترحها. لكن الحوار الوطني لا يتدخل في المسائل اللي هي شديده الطبيعه السياسيه اللي فيها اختيار، ده احتراما للاختصاص الدستوري. صحيح. لكن احنا لدينا باصلاحات هيكليه في كثير من المسائل المجتمعيه والسياسيه، وبعضها كان محل توافق والبعض الثاني لا زال قيد المناقشه، لكن المسائل السياسيه متروكه طبعا للاختصاص الدستوري. طبعا سيد الرئيس. طبعا انا بشكرك جدا 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 سيادة المستشار، كل الشكر، ومبسوط جدا طبعا ان احنا شفنا سيادتك النهارده. كل الشكر لسيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.